واحد 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 هو ده موضوعنا النهاردة. أهلا بكم وحلقة جديدة مع أعماق الروح. موضوعنا النهاردة هو الرقم واحد واحد واحد، وهو ملاك توأم الشعلة رقم واحد واحد واحد، إظهار الصحوة الروحية. أنت بتشوف الملاك رقم واحد 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 في رحلة توأم الشعلة، طيب يا ترى إيه اللي بيحاول إن هو يقوله لك؟ وبيجي منين اصلا الرساله دي؟ والاهم من ده كله، ازاي ممكن للنمط الرقمي ده ان هو يساعد في تسريع طريقك نحو الاتحاد. الملاك رقم واحد 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 لتوأم الشعله هو رساله قويه جدا بان انت على الطريق الصحيح نحو الاتحاد، وانه المكافئات على جهودك جايه، ودلوقتي هو الوقت المناسب عشان تظهر الصحوة ليك ولتوأمك. رقم توأم الشعلة ده هو إشارة من الكون إلى أن الأمور كلها بتسير كما هو مخطط ليها، بغض النظر عن مدى صعوبة الموضوع، فكل حاجة بتقرب علشانك وعلشان توأمك. ده مش معناه أن أنت بقى تريح بقى وتوقف بقى وتوقف اللي أنت بتعمله، لا. الملاك رقم واحد 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 هو عدد التجليات ورقم المعلم الكارمي 11، وده معناه ان هو لسه في عمل يجب القيام به. لو انت اتبعت ارشادات الكون هتقدر ان انت تسرع رحلتك لمرحلة توأم الشعلة النهائية. طيب فين وليه توأم الشعلة ممكن يشوف رقم واحد واحد واحد؟ دايما نتكلم كثير عن التزامنات وأنماط الأرقام، لكن ممكن يكون الرقم واحد 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 يعني من أكتر الأنماط مشهورة جدا وبنشوفها كتير جدا، وكنت اتكلمت قبل كده عن واحد 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 واحد، لكن النهاردة أنا بتكلم على ثلاث وحدات بس. فالرقم ده بسأل عنه كتير جدا، وناس كتير قوي مهتمة بي، لأنه ممكن يكون إن هو بيظهر في أي مكان خلال رحلتك، وبعض الأوقات بيكون في مكان مهم جدا مش بيقل أهمية خالص عن السبب، محتاجين إن احنا نركز عليه. طيب هل أرسل ليك توأمك رسالة في الساعة مثلا، لما بتبقى الساعة واحدة 11 دقيقة واحد واحد واحد؟ طب انت مثلا دفعت مثلا واحد 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 جنيه او دولار او ريال او مقابل ان انت اشتريت مثلا قهوة او حاجة من مكان معين، طيب الموضوع بينتهي رقم مثلا هاتف أو لوحة الترخيص بالرقم واحد واحد واحد، أو بتشوف الرقم ده في عدد لايكس قدامك مثلا على فيديو، أو بتشوفه في حاجات بقى على الموبايل وانت كده بتمعدي كده بتقرأ حاجة، ده بيظهر لك في أحلامك؟ طيب لو انت كنت بتشوف الملاك رقم واحد 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 باستمرار في موقف معين، فالكون بيحاول يلفت انتباهك في الاتجاه ده، لأنه بيحاول إرشادك بلطف كده نحو الاتحاد مع توأمك توأم الشعلة. غالبا ما بتكون أنماط الأرقام زي دي كأنها كده حاجة بتصحح لك طريقك، مصححات لطيفة للمسار، وبتفكرك بالرحلة اللي انت بتقوم بيها. واحد 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 معناه ان انتوا كنتوا بتتابعوا الرحلة، بس في حاجات ممكن ان انت تعملها هتسرع لك الموضوع. طيب ماذا يعني واحد 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 بالنسبة لتوأم الشعلة؟ في كتير جدا من النواحي بتعتبر رؤية الرقم الملائكي في رحلتك كأنها مكافأة لجهودك الشاقة لحد دلوقت. المواضيع بتمشي في الطريق الصح، لكن لسه في قدامك عمل لازم ان انت تقوم بيه للشفاء واظهار الصحوة ليكم. مفيش قواعد صارمة حوالين كيفية القيام بذلك،
بس انا بفضل انه البدء بالموضوع يكون مثلا بالتأمل توأم الشعلة، اللي هي انك تقعد ساعة في اليوم كده مع نفسك كده، وتقعد تفكر في كل حاجة كده بهدوء، او ما تفكرش خالص وتفضي دماغك وتقعد في مكان فيه طبيعة او كده. لكن مع ذلك فبتكون مواصلة رحلتك الروحية ودفع نفسك للأمام هيؤدي لنتائج عظيمة. ده مش معناه ان انت محتاج ان انت يبقى عندك تجاهل للجوانب التانية من حياتك، لكن اتأكد من ان انت مش بتعمل حاجة لتعزيز رحلتك الروحية. يعني من الناحية المثالية انت اعمل ده في كل مرة بتشوف فيها الانماط واحد واحد واحد، هتكون دي لحظات بيتواصل فيها توأمك معاك من خلال الرابطة اللي انت وهو بتشاركوها، وغالبا ده هيؤدي للتركيز على الرحلة في اللحظات دي لكمان تحفيزه على ان هو يعمل نفس الحاجة. هي واحدة من أقوى المجموعات لاتحاد توأم الشعلة، واحد واحد واحد، هي علامة على الصحوة الروحية، وكل منكم بيمر بمرحلة تحول. طيب هما توأم الشعلة الاتنين بيشوفوا الرقم واحد واحد واحد. بصوا دي رسالة ليك ولتوأمك حتى لو كانوا مش عارفين ده، وزي العادي يعني مع اي حاجة من العلامات دي والرسائل من الكون، سواء لحظة روحك المرآة توأمك العلامات دي او لأ، فده بيعتمد فعلا على المرحلة اللي بتمر بيها في رحلة توأم الشعر. الاشخاص الاكثر تقدما روحيا غالبا لو انت في المرحلة دي او في الحالة دي هتلاحظ العلامات في كتير جدا من الاوقات، وده مش معناه ان توأمك مش بيشوفها، لأ بيتم برضو توجيه عقله الباطن بيها خاصة مع نمط زي واحد واحد واحد. طيب ايه اللي مفروض ان احنا نعمله لما نشوف الرقم واحد واحد واحد؟ غالبا يعني اللي ممكن نعمله ان انت تفضل مستمر في الحاجة اللي انت بتعملها او اللي انت كنت بتعملها، المواضيع كلها هتمشي في الطريق الصح وهتكون كلها تمام، وهتشوفوا مكافأة على كل اللي انتوا قمتوا بيه لحد اللحظة دي. حتى لو ما كانش الموضوع باين ان هو كده، او ان الامور ما كانتش يعني ماشية زي ما هي متخطط ليها، فبيبقى في حاجة هتمشي زي ما مفروض تمشي. عشان كده مش بيكون ده هو الوقت المناسب علشان تعمل اي تغييرات كبيرة الا لو انت كنت بتخطط لده اصلا من قبل كده. لكن احنا كمان بنبقى عايزين ان احنا نعمل شوية تغييرات صغيرة لمواصلة التقدم، ودي عادية. بس انت ركز كويس لان العلامات التانية في رحلتك بتظهر برضو، فانت محتاج تركز عليها وتراقب الموضوع ده. لو ما كنتش لاحظت قبل كده اي حاجة منها قبل العلامة دي، يعني لو انت كنت بتحس بحاجة ما في المرحلة دي، فغالبا توأمك هو كمان بيحس بنفس الحاجة. رؤية واحد 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 لما بتكون منفصل عن توأمك، وممكن نقول ان هي 111 او 111، بتعتبر رؤية واحد 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 أثناء فصل توأم الشعلة علامة جيدة جدا. عندك فرصة نادرة للوصول للاتحاد في حياتك حتى لو كانت مرحلة الانفصال صعبة جدا لحد دلوقتي. مفيش إجابة واحدة ممكن تناسب الكل، مراحل الانفصال مختلفة دايما، ولكن مع احتمالية الصحوة الروحية بيكون في حاجة واحدة واضحة. ركز على طريقك الروحي، ما تقلقش بخصوص ايه اللي توأمك بيعمله في اللحظة دي. نمط الارقام اللي زي واحد 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 معناه انه هيتم تحفيزهم بسهولة لان هما يعملوا نفس الحاجة حتى لو ما كانوش منفتحين على الجانب الروحي للاشياء او قبول رحلة توأم الشعلة.
أرقام الملايكة اللي ليها صلة بتوأم الشعلة في أرقام كتير. إحنا بنشوف رسائل زي دي من الكون باستمرار، لكن الغالبية العظمى منها بيتم ملاحظتها بس دون وعي. لما بتلاحظ ظهور الرقم 111 حواليك، فمن المحتمل أن أنت هتبدأ في ملاحظة المزيد والمزيد من العلامات الأخرى. افتكر أن دي رسائل من الكون بتهدف إلى مساعدتك في إرشادك وتعديل المسار في طريقك. هي مش مجرد تأكيد أو مصادفات مضحكة، لا، أركز للأنماط الأرقام دي اللي بتشوفها والظروف اللي بتشوفها، زي يعني نفس التركيز اللي انت بتركزه في الرقم ركزه حتى في الظروف وفي المكان بنفس القدر من الأهمية. كل ما بدأت في اكتشاف العلامات دي كل ما أصبحت أكتر وعيا. أنا مش هقدر أن أنا أغطي كل التركيبة الممكنة، لكن هحاول أنه كل كام يوم أعمل أكتر الأرقام شيوعا يعني برضو، فهتبقى حاجة لطيفة ان احنا كل شوية نتكلم عن رقم بنشوفه، وطبعا بيجيلي في التعليقات كتير محتاجين نتكلم كتير. من المحتمل كمان انه يكون الموضوع مختلف تماما لو كان توأمك مش على نفس الصفحة وكان على صفحة مختلفة تماما عنك، لما الموضوع يكون بيتعلق بالروحانية. وعلى الرغم من ان هما ممكن يشوفوا الرقم 111 الا ان الشخص الاكثر ميلا للروحانية هيعرف انه لازم ان هو يهتم اكتر، ودي فرصة حقيقية لتجربة شيء لن يفهمه معظم الناس. وبكده تكون خلصت الحلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. اشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. مع السلامة.